أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز نقل الوقف الخاص بمسجد إذا لم يكن به حاجة إلى مصلى آخر وليس بمسجد؟ وليس بمسجد. لا، الوقف يعمل بشرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف، وإذا احتاج إلى أنه ينظر فيه بحسب تغيرات والظروف يرجع إلى المحكمة، لا يتصرف في تغييره أو نقله إلا بإذن المحكمة، بإذن القاضي. نعم.